جيسي، عايزه ابتدي معاكي من الاول واعرف انت بداتي ازاي على السوشيال ميديا. كانت لحظه فراغ كده، كنت قاعده مش لاقي حاجه اعملها، فقلت ليه ما اعملش فيديوهات. ماما قعدت تقولي طب قومي تعالي نعمل مع بعض فيديوهات بتاع مش عارف ايه كده، فبدانا بقى ان احنا نعمل فيديوز. وبعد كده كنت بعمل شويه ميك اب، بعد كده كنت بعمل شويه فاشن، بعد كده فقدت الشغف ما كنتش بعمل حاجه، بعد كده رجعت تاني ان انا احكي قصص واعمل كونتنت لذيذ. طب تعالي بقى نبتدي من اللحظه اللي انت كنت قاعده زهقانه فيها في البيت. هل دي كانت فتره كورونا اللي كلنا قعدنا فيها في البيت ولا قبل كده؟ لا، بعد كورونا. بعد كورونا، بعد ما رجعت الحياه عادي خالص، انت كانت عندك توقفت في الوقت ده، ما كملتش، كانت واقفه في مكانها. ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ انت كنت بتشتغلي ولا ما بتشتغليش؟ خلصتي جامعه ولا لا؟ كنت مخلصه جامعه وكنت فاتحه شركه ايفنت ويدنج بلانر، وكنت ميك اب ارتست. وبعد الكورونا اصلا ما رجعتش فتحتها تاني، فكنت مش عارفه ابتدي منين ولا اعمل ايه. قفلتي وقت الكورونا كل حاجه وشغلك وبطلتي تعملي اي حاجه؟ بالظبط، وما كنتش عارفه اعمل ايه ولا ابتدي منين، اروح فين، اجي منين، هبتدي ازاي. طب انا كنت موقفه اصلا وعامله كارير شيفت، فلو هرجع ازاي للكارير القديم؟ طب هرجع ازاي لده؟ فكنت كده. طيب تعالي بقى نفتكر اول فيديو. انت اول فيديو عملتيه انت وطبعا مامتك، بنوجه لها تحيه، هي جميله جدا وتطلع معاكي دايما في الفيديوهات. بس قبل بقى ما تبتدي تطلع معاكي في الفيديوهات، كان اول فيديو ليكي لوحدك ولا معاها؟ لا، كنت بعمل فيديوهات لوحدي، بس بصراحه ما كانتش بتتشاف اصلا. يعني هو اول فيديو طلع فايرل كان بتاعي انا وماما. دي كانت اول فكره فيديو. كان بتاع هند صبري. كانت اللي هو بتاع مسلسل عايزه اتجوز، اللي هو ده حلو قوي يا ماما، حلو قوي. عارفاه اللقطه دي؟ فكنت عامله انا وماما وطلع فايرل، حتى هند صبري كانت عامله له شير في الستوري، وكانت الفيدباك بتاعه كان لذيذ قوي. كان احساسك ايه بقى؟ لا، انبسطت قوي، لان انت كان عندك محاولات قبل كده في فيديوهات وما كانش حد بيشوفها. صراحه وانا برده ما كنتش فاهمه الانستجرام وما كنتش فاهمه السوشيال ميديا، ما كانش في حد بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، فكنت ماشيه كده مع نفسي بشوف ايه اللي هيجيب معايا. اوكي، طب الفيديوهات اللي قبل كده اول ما عملتيها حسيتي باحباط شويه مثلا ان محدش شافها؟ ساعات كتير قوي كنت بحبط واقول هو طب انا ليه الريتش عندي مش كويس. طبعا كانت في حاجات انا مش فاهماها، زي اضاءه، كواليتي الكاميرا، الكونتنت شخصيا، الطريقه اللي انا اقول بيها الفيديو بحيث ان هي توصل للي قدامي من غير ما يحس ان انا ممله. فكانت في عوامل كتير قوي. لكن اول فيديو اداكي بوزيتيف انرجي وقال ان انت هتكملي، هو الفيديو بتاعك انت ومامتك. فهمت بقى ان انا المفروض ان انا اطلع شخصيتي، بدل ما انا الاول كنت بقعد قدام الكاميرا كده ما كنتش ببقى انا قوي، فلما بقيت انا وبدات ان انا افك واحده واحده، بدات الناس ان هي تعرفني اكتر وتتفرج عليا اكتر. طيب احكي لي بقى، بعد الفيديو ده ابتديتي بقى يجي لك كومنتس من الناس عايزين منك فيديوهات بشكل معين، ايه الحاجات اللي كانت بتطلب منك؟ كان في ناس بتطلب مني مثلا ميك اب، الميك اب اللي انت كنت عاملاه مثلا في الفيديو ده بتعمليه ازاي، مثلا روتين شعرك، مش عارفه شافوا ايه في شعري بصراحه، بس هم كانوا طالبين روتين شعري. ستايلنج، انا لبسي سيمبل، فما اعتقدش ان في حد طلب مني قبل كده ستايلنج، انا بحب البس سيمبل قوي. بس في ناس تطلب مني مثلا سكين كير، لما مثلا بيطلع لي حبوب او كده بشارك، يا جماعه انا طلع لي حب شباب وانا عندي 30 سنه اصلا، فاقول لكم انا ايه اللي عملته عشان خاطر اعالج بشرتي كده يعني. اوكي، بطلتي ليه بقى ميك اب؟ علشان في ناس تانية على السوشيال ميديا بتعمل ميك اب فعليا احسن مني مليون مره، فانا مش حاسه ان انا هقدر ان انا اواظب على الكونتنت ده. يعني هو برضو انا لما دخلت في الميك اب ما كانش انا قوي، هي كانت حاجه انا حباها بس مش الحاجه اللي ليا، فعشان كده الناس المفروض تقعد تحاول في كذا حاجه لحد ما تلاقي نفسها في حاجه. طب انت مثلا ما حبيتيش ان انت تكملي في الميك اب؟ دلوقتي بقى في كورسز كتير وبقى في ناس كتير اخدتي كورسز اوريدي، مش عايزه بقى تكملي؟ حسيتي ان لا انا اخدت كورس بس على قد ان انا اعمل ميك اب لنفسي؟ لا، كنت بعمل لبرايدز وكلاينتس كتير قبل كده، بس انا دلوقتي حاسه ان انا مش حاسه ان انا مش شايفه نفسي في الحته دي. طب جيسي انت نفسك تعملي ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي انت نفسك تعمليها وحاسه ان هو ده الكونتنت اللي انت عايزه تقدميه على السوشيال ميديا؟ انا بحب ان انا لو في حد مثلا حاسس بحاجه او حد متضايق ان انا ما اسيبوش لوحده. على فكره والله العظيم مش كلام كليشيهات، بس انا فعلا بجد كان في ناس بتبعت لي مسجز كتير بتبقى هم فعلا بجد متضايقين نفسيا ومفيش حد بيتكلم عن الموضوع ده، زي الفيديو بتاع الاهل اللي بيعايروا عيالهم ان هو انا اكلتك، انا شربتك، انا لبستك. دي نيجاتيف انرجي، واصلا مشاعر سلبيه بتطلع ناس مشوهه في المجتمع. ما دي الناس اللي هي بتاخد الكلام ده من اهاليها، هي الناس اللي بتقعد على السوشيال ميديا بتلاقي اي حد عامل فيديو تروح داخله شتمه.
صح، ما هي دي نتيجه ده، ده نتيجه ده. فالمفروض ان الناس تتعامل مع بعض كويس. يعني انا لما اتعامل مع اللي قدامي كويس حتى لو هو عاملني وحش، هتلاقيه هو بدا يتعامل احسن فاحسن فاحسن فاحسن. طب جيسي، عايزين نتكلم شويه عن انت قضيتي فتره الصيف كده بشويه فيديوهات، عملت لنا سلسله فيديوهات في المصيف خطيره، كلميني بقى عنها شويه، وحضرت لها ولا ما حضرتهاش، والموضوع مش ازاي اصلا؟ المفروض ما كناش هننزل غير لما نرجع من الاجازه. اوكي، دي قوانين ماما. ده طبيعي كلنا، ده قوانين اي سفريه اصلا، مش ماما بس، احنا اي سفريه بنسافرها عارفين ان هننزل بعد ما نرجع. عشان الحسد يجي كده، بدل ما يجي كده يجي كده. فانا قلت لماما، قلت لها لا انا هنزل، لان انا لو ما نزلتش الحاجه في ساعتها لما الفكره تيجي في دماغي بفقد الشغف. بزهق، ما خلاص بفقد الشغف في النص. أوكي. فقعدت ان انا انزل. اول حاجه انا وماما في الاجازه واحنا بنلعب، وكنت عامله الفيديو بتاع فوفا اللي هو صباح الفل من الساحل الشمالي. تمام، والدنيا كانت زي الفل وبنلعب ونهزر. بدات انا انزل، تحصل حاجات غريبه وانا ايه اسكت. قلت ايه؟ عشان بس ماما ما تقوليش انا قلت لك ما تنزليش. اجي البس الدريس الاقي الحماله اتقطعت، التاني الاقي دخل في مسمار اتقطع، لا يعني كده، لحد بقى ما الموبايل وقع اتكسر. بس كفايه فيديوهات بقى. ولقيت ماما قايمه تاني يوم بعد الفيديو بتاع ماما، وشها وارم قد كده وجسمها فيه كدمات زرقاء. يا نهار ابيض.